شكلك فايز يا محسن. حلوة يا زكي. حلو. لا يا زكي. زكي زكي. حلوة زكي. وايش هاللمسات يا زكي؟ موسى وايش هاللمسات الحلوة؟ خاف انت بعد اخذت احتياطك. حكم المباراة محسن. حلوة أبو علوي حلوة. حلوة حلوة محمد سعيد. ما تضيع هذه يا أبو علي ما تضيع. الله يا محسن حلوة. هداوة يا أبو علي. يا الله يا محمد نوع. حلوة حلوة محمد. لا يا محسن. تعور تعور اللاعب يا أبو علي. صحيح صحيح المفروض هذه تمشي. تعال شوف اللاعب.
وتالي ترجع إليه. فايز ابو مشتبه بيجيبوا عليكم التعادل، احذر. حلو محمد سعيد. محمد كم رقم الهدف هذا؟ 4 يلوك. ابو رناد ما في اهداف. يلا بعد متى؟ يلا فرق 2. الله محمد سعيد. حلو ابو سعيد. ها كم ابو علي؟ كم الفرق ابو علي؟ 1. ايه 1-1. هاي شوت، روح له روح له. يلا خلاص صاعد صاعد. فاول ابو علي. راس حربة، راس حربة يا محمد. حلوة لعبة حلوة. اطلع يا محسن خيش، كيف ما تبغى تروح؟ فيد ابو علوي. ابو علي يعني مشاها هو. حلوة حلوة ابو رناد. العب هنا. ايوه
دايرة العب حلوة محسن وش يا ابو علي نازل بالغلط والله صادم والله وش سالفة يلا محمد سعيد الله حلوة 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 محمد سعيد سامحة سامحة ايش سوي محسن حلوة ماجد فرق اثنين حلوة حلوة تابع تابع يا محمد يلا فريت فر يا ابو علوي برا برا حلوة حلوة زكي يلا محسن ضرب راس روح حلوة حلوة سمير والله هذه رمية حلوة الصراحة ما عليه ما عليه يجيب التعادل إن شاء الله خلنا خلنا يلعب خلنا
حلوه محمود حلوه. حلوة محسن. لا يا موسى هذه على طول. حلوة يا موسى حلوة. الله لا 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 هو هو لا ده ما شفته خلاص. محمد سعيد بدلنا الحكم. محمد سعيد بيصفر على نفسه. حلوة يا محمود حلوة مبدع اليوم. حسن حسن طالتك وش فيك محمد؟ اهدى اهدى شوي. تعال حسن خلاص قول يا معلم قول.
مش شايلوك شبه بلنتي. محسن محسن استعد للفاولات. يلا يلا إلو كيلو محمد سعيد. ما لمسه خلاص على الحكم. حلوة حلوة. فرق ثلاثة. الله ها محسن زول السيد. على الكبر الثاني الحين عليك. وين قوية يا زكي؟ هذه قوية دي. حلوة يا الأسد حلوة. سيد انت القلبة. لا يا موسى. حلوة حلوة محمد حلوة. فرق ثلاثة. من نزل أبو علي؟ هجوم هجوم يا أبو علي. يلا يا حسين هاجم هاجم يا حسين. على
أربعة. أبو علي أبو علي. حلوة. ها؟ بس. تعال. الله يا محمد ما تضيع هذه. وايش اخي الشبهه بعد يا محمد حلو يا ابو علي الله والله حلو حلو قناص ابو علي حلوة سيد جيبها جيبها يا حسين فرق اثنين لا الأسد لا يا محسن حلو حلو فاول 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 مبدع زك اليوم عليك فاول هادي في ايدك هادي يلا حسبوها عليكم يلا 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 يا حسين حلوة يا سيد خلاص في حكم يا ابو علي مو هو الحكم مو هو الحكم ما عليك منا ابو علي حلو يا محمود الله هدف حلو وش سوي يتفنن بعد وش سوي انفراد كرت هذي الله ما عليه زكي تبغاها فاول زكي يلا يا ابو حسن
يا ابو علوي ما نهيتها صح يا ابو علوي. برا 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 يلا روح يا ابو حسن. الله حلوة حلوة يا محمد. فرق اثنين اثنين. اثنين 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 يا شباب. اثنين اثنين ابو علي. العب العب العب. روحي لك ركنية. خلاص محمد محمد سعيد خمس بقول لك اذا خلاص. لا لا خمسة خلاص الحين ضايع هذا. أربعة ونص باقي. هذا ضايع وقت. إيه ما عليك مصيودة داو محمود. حلوة يا محمد. لمسة حلوة. يا محمد هادي ما تضيع. اطلع ليه حلو. يلا يلا العب العب. حسين فرق ثلاثة باقي 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 دقيقتين ونص. بلنتي بلنتي. يلا يلا يا محمود يلا قوم لا تضيع وقت. محسوب عليك ترى كل وقت نص دقيقة هذا عليه. حلوة حلوة محمد يلا. اثنين اثنين محمد. Thank you.
محسوب هنا كل شيء موجود. وايش نقول؟ لا تقطع، لا تقطع. محمود يضيع وقت في الشبك. محسوب محسوب محسوب. عند الحكم، عند الحكم محمد سعيد. ما عليه ما عليه. باقي باقي ابو علي، باقي ثلاث دقايق. هذا هو ما ارضي والله، كان نقطع. وايش الانطباع؟ صراحة اللعب يفتقدك علي العلي، يفتقد درويش، سيد كمان، وش اقول له؟ وين هو السيد ماجد؟ سيد معدور، اصابة. اصابة، اصابة ملاعب ما ادري والله. اصابة. مبروك الفوز مع الاطفال دول. مبروك الفوز. بس قمت حلوة، بس قمت تتشتت محسن واجد شوي. رحت لانه ما مش ناقصنا السيد ذاك التمرين كان وياي. نشوف الحكم اليوم محمد ابو علي الاسد انهزم بعد. ايه ما جاب اصلا، جابوا عنا ماجد. تمرين حلو، ما شفناك لعبت واجد، اعطيت فرصه للاخرين. لعبت الشوط الاول كامل. متقدمين الشوط الاول كم؟ كم اربعة يمكن اثنين. كم توقعك الليله النتيجه؟ اليوفي وميلان قويه. ما تقدر. كم متوقع يعني؟ توقع تعادل 2-2. اللي بيجيب توقع صح تمرين مجاني الجاي. ها سمعت سيد كمال؟ 2-2. خلاص يعطيك العافيه يا سيد. هيا محسن تعال، توقع مهم هذا الى الليله، المباراه الميلان واليوفي، ترى تمرين مجاني اللي يجاوب صح. الميلان ما بيخليها. كم تتوقع؟ 2-1 ميلان. الى الميلان. حلوة حلوة ابو علي، حلوة حلوة. ما المقابلة حق شيء ثاني، توقعك لمباراة الليلة؟ منهم الميلان. ميلانو الميلان واليوفي قوية الساعة 11، ما تتابعون طول؟ لا تابع، بس اللي طال صراحة مو. كم تتوقع؟ ميلان على العلي. اسمع اسمع ايش يقول السيد، يقول مقويات. 2-1. 2-1 لا يسويها محسن، مو غريب هذا، لازم نسوي عليه فحص. 2-1 لجوف التوس صراحة. كم توقع كل المباراة؟ نشاطه غير طبيعي. لا والله تمرين حلو. كم تتوقع له؟ بس احنا سوء الطالع لازمنا يعني. سوء الطالع؟ ايه تضيع فرص واجد يعني. كم توقع كل الميلان؟ جوفنتوس ميلان والشبك مو تقول مثلا اعتقد يتعادلوا. كم كم؟ لك تمرين مجاني اذا صحيح. نعم. 1-1. وتقدمنا اثنين بداية من البداية. محمد كم توقعك للميلان؟ ميلان يمين. ويا جوفنتوس الليلة يلعبوا. هذا واسمه جوفنتوس 2-1. 2-1. وانا بعد 2-1. إلى مين؟ إلى مين؟ لا يطلع الصح إلى الميلان لو. إلى الميلان؟ إي ميلان. لا غير. محمود مبروك الفوز. مستعجل. زين. وايش توقعك للليلة؟ وانا الى الميلان يا جوفنتوس. اي والله انا ما اتابعهم، بس يمكن ميلان يفوز. كم؟ اتوقع 2-1. 2-1 كلكم. 2-1. اذا ما تستغل الفرص بك عليه. ابو حسن والاخير اياك. وش نسوي يا ابو حسين؟ يعني لا انت راضي تفوز ولا شيء. احنا والله شوف شوف يا ابو حسين، بس ضرب محسن هنا ابو علي هذا ضربه وراح. كم تتوقع يا رضي؟ ما عليه ما عليه. محسن مباراة اليوفي ويا ميلان كم تتوقعها؟ ترى لك تمرين مجاني اذا صح. اكيد الجوفنتوس. كم؟ 1-0 2-0 3 ان شاء الله. 3-0 3-1 علشان لاعب كدون ادري عنك. ابو حسن الختاميه عندك انت هالحبيب هذا موسى، كم توقعك للمباراة بسرعة؟ أي مباراة؟ الميلان واليوفي. أي ميلان؟ قول لي عن تمارين توقعهم. ما ميلان ما ميلان. توقعك أبو حسن شوف.